عزيزي المشاهد، إذا ما أمعنت النظر في الواقع العربي اليوم لن تجد أكثر من راهن مفكك أو مضطرب. الدولة العربية بين منكفئة على ذاتها أو منخرطة في أجندات خارجية. هنا الأزمات لا تنقطع، بعضها مزمن وبعضها مستجد. وفي كل حال لم تكن جامعة الدول العربية فاعلة في حل تلك الأزمات. في الحالة السورية دورها لم يكن إيجابيا في حقن الدماء، كانت الأجندات الخارجية ولا تزال المحركة في هذا الملف. في العراق الدور العربي غاب تماما، اللاعبون هناك جهات إقليمية ودولية. أما في الحرب اليمنية فلا ذكر معتبرا للجامعة رغم حالة التردي وتفاقم الأوضاع. القضية الفلسطينية التي كانت توحد الشارعين الرسمي والشعبي غابت بدورها عن الاهتمام. فأين تلك التظاهرات الهادرة في الشوارع من أجل عروبة مدينة القدس؟ فها هي الولايات المتحدة تمنح حق التصرف بها لتل أبيب. بل أين الموقف العربي الموحد من التطبيع؟ والتقارير تفيد بتحالفات عربية إسرائيلية لمواجهة أعداء مشتركين. حالة التشرذم اليوم فاقت كل التوقعات. فماذا صنعت الأحزاب القومية في تثبيت الوعي العربي بقضاياه المحقة؟ للنقاش معنا الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور، ومعنا من الكويت الأكاديمي والباحث السياسي عايد المنا. حياكم الله وأهلا بكم مشاهدينا في حوار الساعة، ونبدأ مع الأستاذ معن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم بالمشاهدين الكرام، أتعبناك معنا صباحا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. بداية، كيف تقرأ المشهد العربي الرسمي اليوم في ظل الأزمات الموجودة تقريبا في كل بلد عربي؟ ليس هناك وحدة موقف، ولا يوجد حضور فاعل لجامعة الدول العربية بشكل يليق بتاريخ هذه الجامعة أو بالمكانة التي حاولت أن تضع نفسها فيه. يعني مما لا شك فيه أن المشهد الرسمي العربي مشهد لا يرضي أبناء الأمة العربية، بل أنه دون المستوى بكثير. نعم. وأكثر من ذلك، هناك بعض الأنظمة العربية يبدو أنه ربط مصيره إلى حد كبير بمصير أجندات خارجية أو أجندات معادية. نعم. لأمتنا العربية. لكن دائما أنا من الذين يقولون أن هناك مشهدان في حياتنا العربية. هناك مشهد متخاذل، متواطئ، متراجع، منكفئ، ولكن هناك أيضا مشهد مقاوم يجب أن لا نقلل من أهميته، وهو هذا المشهد. يجب دائما نتذكر أنه يفسر كل هذا التآمر الذي نشهده على مستوى المنطقة، بما في ذلك ما نراه في بعض الأقطار العربية، خصوصا تلك التي تلعب دورا محوريا في مجابهة المخططات الخارجية. لذلك أعتقد أن الواقع الرسمي العربي يشكل عنصر ضغط على الوضع العربي العام باتجاه مزيد من الانكفاء والتراجع. ولكن بالمقابل يجب أن نميز أيضا في الواقع الرسمي العربي بين أنظمة تدفع ثمن مواقفها الوطنية والقومية، وبين أنظمة ارتأت منذ البداية أن تربط مصيرها بمصير المخططات الخارجية، ونرى بعضها مهرولا نحو التطبيع مع العدو الصهيوني. هذا المشهد ليس ابن اليوم، هذا المشهد هو نتاج مراحل متعددة من تاريخنا العربي. فحين كان الواقع الرسمي العربي في الستينات والخمسينات يعلق الكثير عليه الأمال، بل وصل إلى حدود قيام تجربة وحدوية بين مصر وسوريا. نعم. ذلك المشهد العربي، ذلك الواقع الرسمي العربي فرض نفسه حتى على مؤسسات كجامعة الدول العربية التي كانت تلعب دورا إيجابيا آنذاك، وكانت تعقد اتفاقات أو تطلق اتفاقات ومواثيق مهمة جدا، لو تم تطبيقها لكان حال العرب اليوم مختلفا إلى حد كبير. لكن بدأ هذا التفكك
وتحديدا بعد رحيل جمال عبد الناصر بعد السبعين، ثم بدأ الانقضاض على الدول العربية دولة دولة، بدءا من مصر التي انقضوا عليها بكامب ديفيد، وكذلك العراق الذي انقضوا عليه بحروب لم تنقطع حتى وصل الأمر إلى سوريا كما نرى منذ أكثر من 7 سنوات. هذه دول محورية، لا ننسى ما تعرضت له الجزائر أيضا كونها من الدول المحورية الرافعة كانت للواقع الرسمي العربي في ما يسمى بالعشرية السوداء أو بالعشرية الدامية التي مر بها الجزائر. إذن كان هناك انقضاض على دول شكلت صمام أمان لمجمل الوضع العربي، وكان هناك انسياق لدول أخرى في المشاريع المضادة، ولكن بالمقابل برز مشهد شعبي يجب أن لا نقلل من أهميته، مشهد اسمه المقاومة، يجب أن لا نقلل من دور هذه المقاومة في العراق مثلا بإرباك المشروع الأمريكي، يجب أن لا نقلل من دور هذه المقاومة في لبنان حيث أفشلت المشروع الصهيوني الأمريكي في أكثر من محطة بدءا من 2000 إلى 2006. يجب أن لا ننسى أيضا دورة الشعب الفلسطيني بانتفاضاته المتكررة، وأخيرا بمسيرات العودة التي أستطيع أن أقول أنها أعادت صياغة المشهد العربي خصوصا الفلسطيني بشكل مغاير لما كان يخطط له أعداء فلسطين وأعداء العرب. سنتكلم فيما يتعلق بالمقاومة، لا سيما المقاومة الشعبية أو مسيرات العودة، الانتفاضات الفلسطينية التي لم تنقطع رغم كل ما يحاك من صفقات قرن ومن إجهاض لهذه الانتفاضات. لكن لو عدنا إلى المشهد الأساسي أو النقطة المركزية فيما يتعلق بجامعة الدول العربية، البعض يقول أستاذ معن أن بنية التفتت هي في صلب المشروع العربي وليس العكس، يعني لم يأتي من الخارج بل هو في بنية وصلب هذا المشروع، حتى جامعة الدول العربية لم تكن في يوم من الأيام عنصر فاعل في لم الشمل، يعني حتى الوحدة اللي حضرتك ذكرتها بين مصر وسوريا لم تكن من صنع الجامعة الدول العربية، كانت مباركة لها، إنما كان هناك قرار سيادي من الرئيس جمال عبد الناصر وأيضا القيادات السورية، وبالتالي حتى أنها لم تستمر. هل إشكالية العالم العربي هو في غياب فكرة الوحدة على مستوى الشعوب وصولا إلى القمة؟ شوف، لتفسير هذا التراجع الذي نشهده في المشهد العربي هناك أسباب عديدة، أسباب داخلية تتعلق بالخلل الكامن في العلاقات البينية بين الأقطار العربية وداخل الأقطار العربية بين الحكام والشعوب. هناك خلل واضح يعبر عن نفسه بمظاهر متعددة، وهناك أيضا ضغوط خارجية تضع كل إمكانياتها من أجل منع أي تلاق بين أي دولتين عربيتين. وكما تلاحظ أن هناك صراعات بينية بين أقطار عربية متجاورة تكاد لا تخلو منها منطقة من المناطق، بدءا من المغرب والجزائر وصولا إلى مصر والسودان إلى لبنان وسوريا إلى العراق والكويت إلى آخره. ولكن هذا الكلام أنه مرتبط ببنية المشروع العربي، حين كان هناك مشروع عربي حقيقي مثلته الحركة القومية العربية وعلى رأسها جمال عبد الناصر ومعه أحزاب قومية كالبعث وغيرها، كانت الجامعة العربية تؤدي دورا إيجابيا. يكفي أن نتذكر أن اللاءات الثلاث لا للتفاوض لا للاعتراف لا للصلح مع العدو الصهيوني، والتي أعلنت في شهر أغسطس آب 1967، يعني بعد أسابيع من نكسة حزيران، وكيف رفعت سيارة جمال عبد الناصر في شوارع الخرطوم رفعتها الجماهير. الجامعة العربية كان دورها إيجابيا وكانت سدا بوجه استثمار الهزيمة العسكرية لخدمة مخططات سياسية. لكن التفكك بدأ بعد غياب الرافعة للعمل الرسمي العربي. الرافعة للعمل الرسمي العربي الأساسية هي مصر، حين مصر تكون بخير تكون الأمة بخير. ثم بدأ الانقضاض على الأقطار الأخرى التي تشكل مع مصر رافعة، كما قلنا العراق سوريا الجزائر إلى آخره، هذه أقطار رئيسية
تم الانقضاض عليها لإضعافها مرة أخرى أستاذ معا. نعم. وحتى يصبح معنا الأستاذ عايد المناع، لكن نعود إلى نفس الإشكالية، غياب الرمز كما أشرت حضرتك، غياب الرئيس جمال عبد الناصر، غياب الزعيم، يعني بمعنى غياب مصر التي كانت القاعدة. القاعدة. لا البعض يقول أنه غياب الرمز أي غياب الزعيم هو الذي غير في مجرى الأحداث، وبالتالي وكأن ليس هناك حضور لا للشارع العربي ولا للأحزاب العربية ولا حتى للنظم السياسية الأقل ضعفا. عندما يكون هناك زعيم ممكن هناك أمة، هناك شعب، هناك وحدة. عندما يغيب الزعيم يغيب معه كل شيء، وكأن الشعوب لا قيمة لها ولا قدرة لها حتى على الفعل. يعني أعتقد أيضا هذا يعني تحليل متعجل بعض الشيء، لذلك أنا حاولت أن أقاطع وأقول لك القاعدة. يعني أهمية الزعيم جمال عبد الناصر أنه كان زعيما لمصر، وبالتالي تغييب دور مصر والذي كان في صلب الهجمة على المنطقة، وكما كان يقول كيسينجر نصطاد السمكة الكبيرة، يعني كان التركيز على مصر لإخراج مصر من الصراع، وبالتالي بقاء الدول العربية الأخرى حتى الفاعلة بها بمثابة أيتام. نعم. تتخبط في صراعات بين بعضها البعض وداخل كل منها. لذلك المشكلة هي في تغييب دور مصر، وهذا ما نعلق عليه نحن كقومين عرب أهمية بالغة. حين تستعيد مصر دورها أعتقد أن الأمة تستعيد تماسكها وتستعيد وحدتها، لكن هذا بالتأكيد حتى أستكمل الجواب، لكن هذا بالتأكيد لا يعني أنه حتى في غياب مصر، حتى في تغييب مصر بقيت هناك مقاومة في الأمة وبقيت هناك إنجازات في الأمة. يعني يجب أن لا ننسى مثلا الانتفاضات في فلسطين وما فعلته، ما في شك، يجب أن لا ننسى الانتصارات في لبنان وسنفصل فيها. نعم. أيضا لجهة ملء هذا الفراغ. نعم. إذا صح التعبير. لكن دعنا نشرك الأستاذ عايد المناع وهو أكاديمي وباحث سياسي. دكتور المناع، هل تتفق مع قول ضيفنا في الاستوديو الأستاذ معن بشور من أن غياب مصر عن التأثير في القرار العربي أثر على أداء جامعة الدول العربية، أم أنك ترى أن الأداء التي تقوم به الجامعة اليوم هو يعبر بشكل كبير جدا وأمين عن قرارات وتوجهات القادة العرب؟ شكرا جزيلا لك وشكرا. أهلا وسهلا بكم أستاذ معن بشور. بالتأكيد أن مصر لها أهميتها التاريخية، ولكن يبدو أن مشكلتنا حقيقة هي تقديس الأشخاص والمكونات. يعني في فترة من الزمن أنه والله الزعامات الذي يقوم بانقلاب ويعطي خطابات ويهاجم الإمبريالية والصهيونية وإلى آخره، يعني يصبح لدينا قداسة له ونعطيه أهمية. لا شك أن عبد الناصر زعيم على مستوى العالم، كاريزماتيك ليدر كما يسمى، وبالتالي يعني هو شخصية مهمة، ولكن يعني تغييب دور الشعب هو الحقيقة الأخطر. يعني عبد الناصر عندما انقلب على الملكية كانت هناك على الأقل ديمقراطية، كان هناك انتخابات، كان هناك أحزاب سياسية، كان هناك حرية صحافة، كان هناك جمعيات نفع عام لها تأثير وأهمية، يعني في حياة بالرغم من الطبقية وإلى آخره، إلا أنه كان هناك الحقيقة تطور طبيعي. جاء الانقلاب 52 أو ثورة 52 مع الاحترام ليقطع الطريق على التطور الطبيعي، وتلا ذلك طبعا ما حصل في العراق سنة 58، يمكن طبعا في سوريا منذ 49، والدبابات هي التي تحكم. هذه المناطق الحقيقة في العالم العربي كانت هي الأكثر تأثيرا وحضورا في الساحة العربية من حيث الجانب الثقافي والجانب السياسي وإلى آخره. لذلك انقطع المد الديمقراطي. نعم. وعاشت المنطقة الحقيقة على استبداد سياسي، يعني الحديث عن صلاح نصر وأجهزته ودهاليزه وإلى آخره، ونفس الشيء عن السراج في سوريا
المهداوي وغيره في العراق، يعني أمور للأسف. لكن في المقابل دكتور المناع، البعض يقول أنه يحسب للرئيس عبد الناصر أو لجامعة الدول العربية في عصره وزمنه هو تحريم وتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وحدة الموقف العربي، استعداد العرب وتوضيح بوصلة الاتجاه العربي لمن هم أعداء لها ولمن هم أصدقاء لها، في حين اليوم نجد تشرذم في الموقف العربي، نجد أن التطبيع مشرع الأبواب على مصراعيه، نجد الموقف العربي البيني هو موقف أقرب أحيانا إما إلى الخصومة أو العداء أو حتى إلى يعني ما يعرف بالفتور في العلاقات البينية. إلى أي حد برأيك الراهن العربي اليوم رسميا على مستوى الدول وعلى مستوى جميع الدول العربية هو بخير، أفضل مما كان عليه في زمن عبد الناصر؟ يعني هو لا شك بأنه قلت لك أنه شخصية عبد الناصر كفرد هي شخصية لا شك بأنها لها هالة كبيرة ولها حضور ولها يعني رمزية عظيمة. يعني أنا أذكر الحقيقة عندما تنحى عبد الناصر نمنا بالشوارع نطالب بعودة الرئيس إلى سدة الحكم ونحن في الخليج بعيدين عن المنطقة نسبيا. لكن اليوم أنا أتحدث عن مرحلة يعني مختلفة. تذكر الحقيقة أن عبد الناصر أيضا لم يجري تطبيعا، ولكن الحقيقة هزم هزيمة منكرة في سنة 67، وهذه الهزيمة كانت نهاية للأسف الشديد. ونذكر أن مشروع روجرز، وبالتأكيد الأستاذ معا يذكر هذا المشروع الذي كان يعني إقرارا تقريبا بعملية تطبيع بشكل أو بآخر للخروج من المأزق منذ ذلك الوقت ونحن نسير. ما أقصد القول أنه المرحلة تلك لم تكن مرحلة تطبيع، ما كان أحد يجرؤ شعبيا على أن يتحدث عن تطبيع أو حتى عن تفاوض. تذكرون طبعا أن لا مفاوضات ولا صلح ولا سلام مع إسرائيل، لآت الخرطوم الثلاثة. لكن المرحلة اختلفت يا أخي، مرينا في مراحل أخرى، مرينا في كيف اختلفت يعني كيف اختلفت يعني جعلت التطبيع اليوم أمرا مشروعا غيرها. دكتور المناع أسأل كيف اختلفت يعني، هل جعلت التطبيع اليوم أمرا مشروعا؟ أنا أولا أقول لك ما حد عنده تطبيع. مين اللي عنده تطبيع؟ قول لي اللي عنده تطبيع. للأسف اللي عنده تطبيع اللي كانوا يقاتلون إسرائيل. يعني مصر اليوم طبعت، وإن كان الحقيقة شعبية ليس للتطبيع نصيب يذكر. الأردن طبعت ولكن ليس أيضا للتطبيع شيء يذكر. بعض الدول العربية، أنا أدري الحقيقة الغمز على الخليج وعلى السعودية للأسف الشديد هذا غير صحيح، لا تطبيع. وأنا أذكركم بمقولة الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد بعد تحرير الكويت وبعد الموقف الفلسطيني الرديء جدا من قضية احتلال الكويت، قال نحن آخر من يعترف وآخر من يطبع مع العدو الإسرائيلي. جميل. وستبقى الأمور كذلك، ليس هناك اضطرار. الحقيقة أنا شخصيا أحدثك، ما هو مبرر أن نطبع مع دولة هزيلة لا تستحق هذا التطبيع؟ إذا كان الموضوع إرضاء أمريكا فأمريكا في وسائل كثيرة، إذا الأمة بمكوناتها وبجغرافيتها وبخيراتها لا تستطيع أنها تحصل من أمريكا على بعض ما تريد وليس بالضرورة كل ما تريد. الأسواق اليوم العالمية مفتوحة، والولايات المتحدة تعتبر حليف استراتيجي لبعض الدول وبالذات لنا في الخليج ويمكن في مصر والمغرب وما شابه ذلك. جيد، كلام واضح، كلام واضح ومنطقي دكتور المناع. لكن دعنا نسمع وجهة نظر الأستاذ معن بشور. أكثر من نقطة هو أثار الضيف الكريم. بداية، كيف تجد المقاربة التي يقدمها لناحية التطبيع من ناحية، ولناحية بالفعل أنه الأمر يختلف الظروف لما كانت في عهد الرئيس عبد الناصر وإشكالية الموضوع وليس الرئيس عبد الناصر؟ نحن نتحدث اليوم عن الموقف العربي الرسمي، عن الموقف الشعبي بشكل عام. الظروف تغيرت أيضا. يعني أولا ما تسمح لي تفضل أخرج قليلا عن الموضوع، لأنه عم نعيش هاللحظات في لبنان جو يعني تمسك
شعبي ورسمي لبناني بالعلاقات مع الكويت وبتقدير مكانة الكويت لدى اللبنانيين شعبا وقيادة وأميرا، واللبنانيون يذكرون ذلك جيدا، وخصوصا أن الكويت في الفترة الماضية قد أعلن أكثر من موقف واضح في مسألة التطبيع. لا ننسى موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي في اتحاد البرلماني العربي العالمي حين طرد المندوب الصهيوني، ولا ننسى أيضا مواقف أخرى. لكن أريد هنا أن أقف عن بعض النقاط. حين نتحدث عن مرحلة الرئيس عبد الناصر نقول أنه نحاول أن نوحي وكأن الشعب كان خارج المعادلة. ماذا كانت قوة جمال عبد الناصر؟ جمال عبد الناصر لم يكن يملك قوة عسكرية يواجه بها العدو كما يظن الكثيرون، ولم يكن يملك حتى قوة اقتصادية. كانت قوة جمال عبد الناصر الأساسية قوة شعبية داخل مصر وخارج مصر. وحين قامت ثورة يوليو، لنتذكر جيدا كيف كان الوضع في مصر. صحيح كان في أحزاب، لكن نتذكر أيضا كيف كان هناك انقضاض على الديمقراطية في أكثر من مناسبة، وكلنا يذكر كيف فرض الإنجليز على الملك سنة 41 أن يشكل حكومة معينة، وهذا يؤكد على تداخل العامل الخارجي مع العامل الداخلي. حين جاءت الثورة كان هناك اقطاع، كان هناك مجاعة، كان هناك تجهيل للشعب المصري، كان هناك أشياء كثيرة. الثورة أتت لتعبر عن مطالب الشعب وعن رغبة الشعب في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. بدون شك في هذا الصراع الذي قاده جمال عبد الناصر أشار الدكتور المناع إلى مشروع روجرز. نتذكر جيدا أن مشروع روجرز حين قبل به جمال عبد الناصر قبل به لأسباب تكتيكية بحتة، نوع من التهدئة من أجل أن يبني حائط الصواريخ الذي تم من خلاله ترتيب البيت الداخلي من جديد للمواجهة، عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف. ويجب أن نذكر أيضا أن نصر أكتوبر قد تم التخطيط له في عهد جمال عبد الناصر. الصناعة الحربية وعزيز صدقي رحمه الله ودوره الكبير أبو الصناعة المصرية، وأن نذكر أن الجيش المصري قد تحول تحولا جذريا. لذلك يجب أن نكون موضوعيين في تقييم تلك التجربة. بدون شك أن الظروف في السابق غير الظروف اليوم، ولكن علينا أيضا أن نرى أن الأمر لم يكن متعلقا بمصر وحدها. كان هناك كما قلت انقضاض على كل الدول المحورية في المنطقة من أجل إضعافها وإرباكها وتفتيتها. وجدنا حروبا خاضها العراق لا مبرر لها، وجدنا حروبا على سوريا تريد إنهاء دور سوريا المحوري والتاريخي في الصراع مع العدو الصهيوني. علينا أن نتذكر أن في عهد النهوض القومي كانت جامعة الدول العربية تقر السوق العربية المشتركة، تقر معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، تقر الكثير من المعاهدات بين الدول العربية والتي سبقت حتى الاتحاد الأوروبي. ولم يتحقق منها شيء. لم يتحقق منها شيء بسبب تدخل الإيرادات الأجنبية على بعض الدول التي شكلت منذ اللحظة الأولى منذ تأسيس جامعة الدول العربية شكلت نوع من الفرامل التي كبحت الاندفاع نحو التكامل العربي. لذلك تقييم تلك المرحلة وتقييم هذه المرحلة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الجانب السلبي والجانب الإيجابي في نفس الوقت لكي نصل إلى نتائج. وبالتالي نحن أمام إشكالية، وأريد أن أسمع الإجابة من حضرتك ومن ضيفنا الدكتور المناع. نعم. وهو البعض يقول أنه هناك تفاوت في دور الجامعة العربية في ظل حكم القوميين أيام عبد الناصر، وفي ظل الآن سيطرة خليجية أو حضور خليجي فاعل في جامعة الدول العربية. كيف يمكن أن نقدم مقاربة لهذا الموضوع؟ بعد الفاصل مشاهدينا أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.
المشهد العربي الرسمي والشعبي عنوان هذه الحلقة، فنرحب بكم من جديد مشاهدينا. طبعا في الحياة السعودية كتب عزة صافي عن موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية منذ الرئيس ترومان وحتى ترامب، ومعلوم أن القضية الفلسطينية كانت المحرك ولا تزال الأساسي لبوصلة العالم العربي. نشاهد معا. الحياة السعودية من ترومان إلى ترامب، فلسطين وديعة أهلها. عزة صافي. سبعة عقود مرت تبدل خلالها العالم ولم يتبدل الثنائي الأمريكي الإسرائيلي من ترومان بن غوريون إلى ترامب نتنياهو. قبل نحو نصف قرن اعتلى ياسر عرفات منبر الأمم المتحدة في نيويورك ملوحا للعالم بغصن الزيتون، حاجبا مسدسه رمز الثورة الفلسطينية، آملاً أن يكون ذلك الرمز فاتحة طريق يؤدي إلى دولة فلسطينية تجاور دولة إسرائيل. ومن نيويورك إلى أوسلو، حيث تم الاتفاق الشهير بين منظمة التحرير وإسرائيل برعاية دولية، خيل إلى أبو عمار أن يجعل من أوسلو في ذلك الزمن حصان طروادة يتسلل به إلى فلسطين. يأتي اليوم الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب ليعمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إعلان إسرائيل دولة قومية لليهود، فيما انشطرت فلسطين الباقية حكومتين وصارت فلسطين فلسطينين ما بين دولتي فتح وحماس. في العام 1974 احتاجت منظمة التحرير الفلسطينية إلى عقد قمة في الرباط لانتزاع حقها الطبيعي في الاعتراف الرسمي بكونها الممثلة الشرعية الوحيد للشعب الفلسطيني، وقد استعجلت قيادة المنظمة في ذلك الزمن القفز من ثورة إلى دولة، وأقامت مؤسساتها العسكرية والإدارية والسياسية والإعلامية خارج أرض فلسطين. ما من دولة عربية مستعدة أو قادرة حالياً على استيعاب نكبة فلسطينية إضافية، فماذا يستطيع الفلسطينيون المنتظمون في منظمات مشتتة أن يفعلوا؟ يستطيعون أولاً أن يتنازلوا ليتقاربوا ويندمجوا في منظمة واحدة موحدة. لا يحتاج القادة الفلسطينيون إلى من ينصحهم ويدلهم على الطريق إلى فلسطين. نعود إلى الدكتور المناع من الكويت لنسأل، هذه الحالة في الموقف الفلسطيني البعض يرجعها لعدم وجود ظهير عربي رسمي وداعم وموحد، وأن الحالة العربية وصلت من طبيعة الاهتراء الذي أصابها إلى أن القضية المحرك الأساسي الفاعل للقومية العربية أو للهوية العربية وهي فلسطين لم تعد على أجندة أغلب الدول ولا سيما الخليجية منها على الأغلب، ولسنا نعمم هنا، فما قولكم في ذلك دكتور المناع؟ يعني أولا الحقيقة القضية الفلسطينية إشكاليتها الفعلية للفلسطينيين أنفسهم. كانت فلسطين أو الضفة الغربية كما تعلمون هي يعني جزء من الأردن والمملكة الأردنية الهاشمية، وغزة كانت عند مصر أو أمانة عند مصر. وجدنا أن الفلسطينيين يصرون على الحصول على وطن لهم خالص، وحصلوا على ذلك الاعتراف سنة 1974 من الجامعة العربية. طيب إذن الأردن خرج من موضوع أن يتفاوض من أجل أن يستعيد الأراضي التي احتلتها إسرائيل في هذا الجانب، والأردن يعرف نفسه أنه ضعيف ولا يستطيع أن يحارب إسرائيل، هذا منطق مفهوم. مصر الكبرى لم تستطع أن تحارب إسرائيل حتى حرب 73، للأسف الشديد حققنا فيها إنجاز لكنها في نهاية المطاف كانت هزيمة نسبية، بحيث تفاوضنا في الكيلو 101 يا أخي، وبدينا يعني نوجد علاقات مع إسرائيل، ثم زيارة السادات إلى إسرائيل وإلى آخره. موضوع التطليع أنا أذكر حقيقة بأن مثلا الكويت الحقيقة هي مركز مقاومة التطليع، وكذلك البحرين أيضا مركز لمقاومة التطليع. بالنسبة لدول الخليج خذها مني يقينا، لكن تبدل الموقف البحريني في الفترة الأخيرة على الأقل، يعني التقارير الواردة في إسرائيل كيف؟
أقول أن الموقف في البحرين يعني تبدل بشكل دراماتيكي، يعني أقله ما تنقله الصور من تقارير إسرائيلية حول تقارب بحريني مع إسرائيل في الآونة الأخيرة. ما في تقارب، في ناس على مستوى شخصي أو مجموعات تروح بشكل أو بآخر، هذه دول مثل مصر والأردن وغيرها من الدول العربية تذهب، بعضها يذهب بطريقة سرية وبعضها ربما ينكشف أمره بين الحين والآخر. لسنا بعجلة من أمرنا على التطبيع، مش قضيتنا التطبيع، مش أهمية عندنا التطبيع. نحن لا شك بأن الولايات المتحدة لها تأثير كبير في الخليج، و يعني هذا الدور الأمريكي في عملية تحرير الكويت من الشقيق العربي كانت الحقيقة ذا تأثير كبير على حتى نفسية الناس في منطقة الخليج، وبالتالي يعني ما تتوقع أنه إحنا نكون مقاومين. إحنا الشعارات للأسف المقاومة والمدري إيش والكذا ما أدت إلى نتائج، يعني كل ما أدت إليه حقيقة مزيد من الضحايا ومزيد من الفقر. أسأل الآن، هل غزة دولة مستقلة عن الضفة الغربية؟ إذا لم تكن كذلك لماذا لا يتحدوا يا أخي؟ يخلصونا ما دام أنهم هم يعني كيان فلسطيني واحد. وطبعا إذا البعض يعني يقول المقاومة، ما كانت يعني سوريا حتى قبل الأحداث الأخيرة على مقربة من إسرائيل، ماذا عملت من أجل تحرير فلسطين أو على الأقل استعادة الجولان وليس تحرير فلسطين؟ الكلام الخطاب والتهديد والوعيد أكثر من نقطة أساسية وتطرح المتوسط ما ينفع، أكثر من نقطة أساسية وإشكالية حقيقية وهي مطروحة. أحيل لحضرتك أستاذ معا الأسئلة، ماذا فعلت المقاومة في فلسطين؟ هل أنجزت دولة؟ كرست الانقسام؟ حتى سوريا بحسب ما يقول أنه لم تستعد الجولان رغم الموقف السوري، وبالتالي هي شعارات ليست واقعية، يعني لم يعد يهضمها أو قادر على هضم الشارع العربي كما كانت تفعل القومية العربية في الستينات والسبعينات. يعني هذا كلام نسمعه يعني منذ زمن طويل، بمعنى التشكيك بقدرة المقاومة على إنجاز حقائق أو وقائع على الأرض. ولكن بعد الذي رأيناه، أنا بداية حتى أكون واضح، أنا لا أنكر أن هناك أزمة حقيقية في العلاقات الفلسطينية، وأن هذا الواقع الشاذ بين القطاع وبين الضفة، بين غزة وبين رام الله، بين فتح وبين حماس، واقع ينبغي تجاوزه من أجل الانتصار لقضية فلسطين. ولكن أن نستخدم هذا الواقع لكي نقلل من أهمية المقاومة ومن فعل المقاومة، نعم، أعتقد أن في هذا ظلم كبير يجب أن لا نقع فيه. أولا، المقاومة في بلد مثل لبنان حققت إنجازات كبرى، حققت تحرير الأرض بالعام 2000 وردع الاحتلال بالعام 2006، نعم، ويعيش جنوب لبنان ولبنان منذ ذلك الحين حالة من الاطمئنان إلى سلامة أرضه وسلامة سيادته وردع العدوان. علينا أن نتذكر كيف كان الوضع على الحدود مع فلسطين المحتلة قبل المقاومة، وكيف كان الجيش الإسرائيلي يدخل، كان في بيروت، في بيروت وصيدا إلى بيروت 82 و83، وفي مثل هذه الأيام بالذات كان يرتكب مذبحة في قلب بيروت، صبرا وشاتيلا. نعم. فإذن المقاومة حققت إنجازات، والمقاومة هي إرادة شعب لبناني وإرادة أمة عربية يجب أن لا نغفل، وإسلامية يجب أن لا نغفل أن هذا الانتصار لم يكن ممكنا أن يتم لولا موقف سوري واضح إلى جانب المقاومة، ولولا دعم من الجمهورية الإسلامية. هذه حقائق بغض النظر عن آرائنا في سياسات هنا أو هناك، يجب أن ندرك هذا الحق. أما داخل فلسطين فعلينا أن أيضا أن ندرك أن ما جرى من انتفاضات قد أربك العدو الصهيوني، واليوم العدو الصهيوني يحاول بكل الوسائل أن يوقف طائرات ورقية، أن يوقف بالونات النار التي تنطلق من غزة، وهو مستعد أن يقدم تنازلات كثيرة.
وهذا فعل مقاومة. هذه المسيرات العودة إنه يحاول بكل الوسائل أن يوقف مسيرات العودة المستمرة من. طيب أين قصر الموقف الخليجي؟ البعض يتهم جزء من دول الخليج بأنها تتماهى اليوم مع التطبيع أو تتجه إلى التطبيع. يعني هذا كنت أصل له. تفضل. يعني بدون شك في الخليج مواقف مختلفة. تكلمنا عن موقف الكويتي وهو موقف مقدر ومحترم يشيد به الجميع من العلاقة مع الكيان الصهيوني، ولكن حتى في الخلافات البينية لكن علينا أن نعترف أن هناك حكومات في الخليج، في الجزيرة وفي الخليج، راهنت أو تراهن على أن علاقات جيدة مع تل أبيب يمكن أن تصون لها مواقعها وعروشها ومراكزها، وهذا أيضا خاطئ لأن هذا الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يفعل شيئا. وأنا أعطيك مثلا بسيطا، لكن قبل ذلك لو سمحت لي أستاذ معن، أسف على المقاطعة، والدكتور المناع أثار هذه النقطة، قال هذه اتهامات ليست لها دليل، يعني ما يقال عن علاقات هي ليست شعبية، حتى دون شعبية، ولا ترتقي إلى مستوى الرسمي، المواقف الرسمية الخليجية بشكل عام هي ضد التطبيع. شوف، أنا أتمنى أن تكون الأمور كذلك، ولكن هناك إشارات خطرة. هناك مسؤولون خليجيون كبار قد صدرت عنهم تصريحات ومواقف ولقاءات نشرت في الصحف تشير إلى بدايات نحو التطبيع. أنا أذكر أنها يوم انعقاد قمة الظهران، القمة العربية في الظهران، في صباح ذلك اليوم خرجت افتتاحية في صحيفة رئيسية تعبر عن الحكومة في الجزيرة العربية. القمة الأخيرة. القمة الأخيرة. القمة العربية في صحيفة الرياض خرجت افتتاحية تدعو إلى السلام مع الكيان الصهيوني بوضوح. وخرج أيضا موقف للملك سلمان في القمة التي أسمها قمة القدس، وقال أن الموقف السعودي لم يتغير. إذن هناك محاولات في ظني أنها لن تنجح. لأنني أعتقد أن التراث الديني والقومي والروحي لأبناء الجزيرة العربية سيحول دون ذلك، لكن علينا أن ندرك أن هناك إشارات خطرة. حين خرجت أصوات تطالب بالتطبيع، وحين زار السعوديون ليسوا بعيدين عن مراكز القرار الكيان الصهيوني، خرجت عريضة فيها 1500 توقيع من مثقفين في الجزيرة وفي الخليج ينددون بهذه الخطوة. نحن واثقون أن أهلنا في الجزيرة العربية وفي الخليج يرفضون التطبيع، وليس من السهل أن يمر عليهم، لكن علينا أن نعترف أنه في ظل المعطيات الحالية، في ظل محاولة تصوير عدو رئيسي للعرب غير الكيان الصهيوني، هذه كلها محاولات يريد البعض من خلالها أن ينفذ إلى علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني. صحيح أن مصر وقعت معاهدات والأردن وقعت معاهدات، لكن الشعب في مصر كما ذكر الدكتور ما زال رافض لعملية التطبيع. رغم مرور أربعة عقود على أن لا نقلل تأثير المقاومة، ويجب أن ندرك أن هذه المقاومة تتحول يوما بعد يوم إلى حقيقة كبرى في المنطقة، وأن قوى عديدة على المستوى الدولي والإقليمي تتآمر اليوم من أجل نزع سلاح المقاومة. وكأنك تشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية هي أكثر من ممتازة بصراحة. في الميادين نت كتبت السيدة بثينة شعبان تحت عنوان النوايا والأفعال عن أجندات الولايات المتحدة في تصفية القضية الفلسطينية وعزل داعميها عربيا ودوليا. نشاهد معا. الميادين نت، النوايا والأفعال، الدكتورة بثينة شعبان. إذا ما نظرنا إلى المشهد الإقليمي ندرك أن انتصار سوريا نهائي على الإرهاب سوف يغير المعادلة في الشرق الأوسط والعالم إلى غير رجعة. وها هم يعلنون أن الولايات المتحدة قررت إبقاء قواتها في سوريا، فيما تشارك فرنسا وبريطانيا وألمانيا بشكل علني في عدوانهم الإرهابي الآن. إن هذا القرار متناغم مع ما كشفه وزير الاستخبارات والمواصلات في الكيان الصهيوني إسرائيل كاتس عن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق.
يتحدث أليستر كروك في مقاله الأخير عن نوايا الولايات المتحدة بخلق مستنقعات من الأزمات والإرهاب المتواصل لإشغال وإنهاك سوريا عبر تغيير خططها من المغادرة إلى البقاء، كي تؤسس لسياسات تشبه السياسات التي زرعتها قصراً في العراق. كروك يوضح تماماً كل الخيوط التي يمسكون بها من صفقة القرن وتصفية حق الفلسطينيين إلى تدمير اليمن وضمان استمرار الشلل السياسي في لبنان والعراق وليبيا، والعمل على خلق أسباب تقسيم وعجز في سوريا تستنزف طاقاتها ومقدراتها على مدى سنوات مقبلة. يتقاطع كلام كروك مع ما ينقله ديفيد أغينوش المقرب جداً من الإدارة الأمريكية عن أحد المسؤولين في الإدارة قوله: إن هدفنا يتمثل في خلق مستنقعات لروسيا والنظام السوري حتى نحصل على ما نريده، وما يريدونه هم وأساتذتهم من الصهاينة في الكيان وفي الولايات المتحدة هو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لصالح المشروع التوسعي الإسرائيلي، ومن هنا نقل السفارة وإيقاف تمويل الأونروا وإغلاق مكاتب منظمة التحرير ووضع جدول زمني واضح لكل ذلك. بناء على ما قالته السيدة بثينة شعبان في هذه المقالة دكتور عايد المناع، تقارب أو أن الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تقوم فيه بخطوات أو سلسلة من الخطوات في تصفية القضية الفلسطينية هي تحرك العرب باتجاه خلق أعداء جدد لها ونزع العداء التاريخي مع إسرائيل، إلى أي حد برأيكم هذا واضح لدى القيادات السياسية في العالم العربي ويؤثر بطبيعة الحال على وحدة الموقف في جامعة الدول العربية؟ لا شك بأن هذا الأمر واضح، ونعلم تماما بأن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية بما في ذلك الاتحاد السوفيتي السابق كانت الحقيقة من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الصهيونية وقدمت لها أنواع من الدعم الحقيقة متفاوت. طبعا أمريكا والغرب الحقيقة هو الدعم الأكبر. لا شك أيضا بأن هؤلاء يضغطون بكل الوسائل المتاحة على كل أصدقائهم وحلفائهم على أن يطبعوا العلاقة مع إسرائيل، على أن يخففوا من حدة العداء حتى بالمناهج الدراسية إذا ما كان بالإمكان الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك. الدول الخليجية ما في شك عندي يقين بأنها قاومت هذه المحاولات وما تزال. الحديث عن أشخاص ذهبوا، هؤلاء أشخاص يمثلون أنفسهم ولا بالضرورة يمثلوا هذه الدول. عندما يذهب استراتيجي سعودي أو بحرين أو كذا إلى آخره هذا يمثل شخص الحقيقة، وما أعتقد أنه يمثل يعني المملكة العربية السعودية والبحرين. لذلك يعني ما نعطي الأمور أكبر من حجمها ولا يعني نفرح العالم. طيب إذا تجاوزنا هذه النقطة لما بعدها استدراكا للوقت دكتور المناع، تقديركم هل إخراج سوريا من جامعة الدول العربية أو التحفظ على مقعدها سابقا كان أيضا لم يصب في صالح حل الأزمة، على افتراض أنه حسن النوايا كان لدى الجامعة والقائمين على جامعة الدول العربية هو مزيد من الضغط على الدولة السورية لحل الأزمة في حينها؟ يعني للأسف الشديد أنا كان عندي أمل كبير بسيد الرئيس بشار الأسد بأنه بعد أن تولى السلطة يذهب بعد فترة وجيزة إلى تعددية حزبية وإلى انتخابات وإلى ديمقراطية وينهي هذه الهيمنة لحزب وعصابات الحقيقة يعني ما استفادت منها سوريا غير مزيد من التراجع والانهزام. سوريا من 1973 حرب أكتوبر إلى اليوم، وخلينا نقول بالنسبة لسوريا إلى انفجار الانتفاضة ما أطلقت رصاصة على إسرائيل يا أخي ولا عملت شيء، تحرك حزب الله تحرك حزب الله. وبالمناسبة المقاومة التي يتحدث عنها أخي معا في لبنان هي مقاومة دينية وليست الحقيقة وطائفية بحتة، أوجدت لطائفة معينة مكانة وفرضت هذه الطائفة على كل لبنان
ويذكر أخي معا وتذكر حضرتك عندما نزل حزب الله إلى بيروت واحتلها تقريبا وبدأ الكثير من الزعامات يبحث عن من ينقذه. لذلك اليوم لو تطلب من حزب الله أن يتحول إلى حزب سياسي لن يقبل، لأن الحقيقة بالسلاح استطاع أن يكون قوة ضاربة وحقيقية موجودة على الأرض، وهذا طبعا بحجة تحرير الأرض والمقاومة وما شابه ذلك. طبعا إيران لاعبة على الخط، وإيران كما تعلمون الحقيقة مع يعني كامل تقديرنا يعني كنا نتمنى أن تكون عون لنا، لأن إيران الحقيقة يعني تحتل مناطق عربية، جزر الإمارات العربية المتحدة إلى الآن محتلة. اتضحت الصورة دكتور عايد، أنا آسف لا أريد مقاطعتك، يعني ثواني تفضل، لأن الوقت لدي أوشك على الانتهاء. الآن اليمن حاولت يعني طبعا لبنان الحقيقة اللي يحكم حزب الله، وأنا على يقين أن أخي بشار معا يعرف من داخله السلطة بيد حزب الله وليست بيد لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء. تسمح لي فيما تبقى لدي من وقت، لأن الصورة اتضحت بالختام أستاذ معن، طبعا أكثر من نقطة، كيف ممكن نعرف موقفك؟ يعني بدون شك أنا أعرف تماما هذا الخطاب، وأعتقد أن هذا الخطاب ليس فيه وجه. هذا الخطاب أعتقد أن هذا الخطاب فيه ظلم وتجني على الواقع في لبنان. نعم، فالمقاومة في لبنان مقاومة اشترك فيها لبنانيون من كل الطوائف ومن كل المذاهب ومن كل التيارات السياسية. أنا بالأمس كنت مشاركا في احتفال انطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية الذي أقامه الحزب الشيوعي اللبناني، والذي كان أحد شهدائه جورج قصابلي، وهو مسيحي، وبالتالي ليس فقط الشيعة هم الذين واجهوا العدو. هذا أمر. اثنين، ربما لا يدرك الأستاذ عايد ماذا يعني أن يصل جيش الاحتلال إلى عاصمتك، إلى بيتك. نحن شردنا، نحن أخرجنا من بيوتنا، من عاصمتنا بسبب هذا الاحتلال، فكيف يريد منا أن لا نتمسك بمقاومة دحرت الاحتلال وتمنع هذا الاحتلال من أن يعتدي على لبنان كما كان يعتدي سابقا؟ وبدلا من أن نشكر من يدعم هذه المقاومة نحاول أن نصور وكأنهم بالجزئية السورية. أما أن لبنان محكوم من حزب واحد، أنا أعتقد أيضا هذا في تجني، بدليل أننا 4 أشهر لم نستطع أن نشكل حكومة. لو كان لبنان محكوما من حزب واحد لفرض حكومة. لذلك أتمنى أن لا نستعجل الحكمة على أمور نختلف عليها في وقت نحن نريد أن نلتقي وأن نفتش عن المشتركات بيننا من أجل أن ندخل إلى نقاط الخلاف. تماما، وبالتالي يبقى الحوار وكأنه بالفعل الأساس لكشف كثير من الملابسات والإضاءة على بعض الإشكاليات الضبابية في العلاقات العربية العربية. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ معن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي. نشكر من الكويت الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عايد المناع، وكل الشكر والتقدير لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.